بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معي إخواني أخواتي، أهلا بكم في حصة جديدة. هذه الحصة نزول عدا طلبي. إحدى الأخوات تركت لي تعليقا وقالت أن أتم إنجاز هذا النوع من الكتب، إذا سوف أقوم بإنجازه بإذن الله نزولا عند رغبتك ونتابع. إذا نمر إلى هذه الصفحة الموالية، فقط ينقصنا بعض التفاعل على القناة حتى نتمكن من الاستمرار. إذا mets les accents qui manquent pour faire le son et ضع les accents أو الإشارات التي كنا رأيناها qui manquent pour faire le son et une pièce même une chèvre la colère une rivière la tête elle achète une bête la première. إذا نبدأ. بسم الله. une pièce même une chèvre la colère une rivière la tête elle achète une bête la première. إذن قطعة نفس الماعزة أو همزة الغضب نهر رأس هي تشتري دابة الأولى. إذن trouve le féminin des mots suivants. N'oublie pas les accents. إذن هذه كلمات وسوف نقوم بكتابتي المؤنث كما ترون، يعني قمت بإنجاز هذا الفيديو ثم أعدته لأنكم تعلمون يعني إكراهات. infirmier une fermière un infirmier une infirmière un cuisinier une cuisinière un pâtissier une pâtissière un épicier une épicière. فقط نضيف E la marque du féminin ونضيف accent حتى يتحول هذا النوع من الكلمات الذي ينتهي ب IE هكذا مؤنثها أو تحويله إلى مؤنث. un poissonnier une poissonnière إذن أترجمها. إذن مزارع أو من لديه ضيع يشتغل في الضيع. انفيرميي ممرض طباخ حلواني بقال سماك. إذن ونمر. complète ces mots avec ay ou bien ay. une règne la peigne un peigne la marraine أو أعود إلى هنا حتى نتم هذه. il a raison la neige le lait إذن la marraine la baleine et la Seine. إذن نقوم بترجمة هذه الكلمات أو حتى نعرف معناها. إن غاني ملكة ألم أو أسى أن باني مشط لا مغان يعني موجة أو كذا لا سين ونهر السين في فرنسا. إل أغيزون معه حق لا نيج ثلج لولي حليب لا بالين هو الحوت الكبير الحوت لا بالين. نمر إلى التمرين الموالي. التمرين الرابع complète avec la graphie pardon complète avec la graphie du son A qui convient. aide-toi du dictionnaire. إذن طلب منا هنا الاستعانة بالقاموس وكتابة le son A. تذكرون le son A؟ سوف أتركه لكم في الرابط أو عودوا فقط إلى القناة لتجدوا شرح الدرس.
la maison de mon frère. هنا خطأ. Se trouve près de la mer. فقط R. E. E. R. Le jeune garçon a lancé une pierre et a cassé la fenêtre de la cuisine. Il a de la peine. Sa cousine a reçu un joli, joli cadeau à Noël. Un tréma. La grand-mère de Raphaël fait la sieste sous un chêne. Une grosse rivière coule derrière la caserne. إذن نترجم هذه الكلمة، هذه الجمل حتى نفهم معناها. بيت أخي أو منزل أخي يتواجد قرب البحر. Le jeune garçon a lancé une pierre. إذن الطفل الصغير ألقى حجرا فكسر زجاج المطبخ. إنه يشعر بالأسى. ابنة عمه تلقت هدية جميلة في عيد الميلاد. Le Noël يعني في رأس السنة الميلادية. La grand-mère de Raphaël fait sa sieste sous un chêne. جدة رافائيل تستعمل أو تقضي قيلولتها تحت شجرة بلوط. Un chêne, شجرة بلوط. Une grosse rivière coule derrière la caserne. إذن نهر كبير يجري خلف التكنة. لا كازيرن هي التكنة. Écris les noms de ces fruits. Ils comportent tous le son E. Fraise. Pêche. Raisin. وما هذه؟ نتركها إلى آخر الفيديو كعنصر للتشويق. Complète la comptine avec des mots qui commencent par les lettres de l'alphabet et qui contiennent le son E. Par exemple, A, abeille. B, comme belle. C, comme crêpe. D, comme dessert. Idem. F, fenêtre. G, gêne. Il gêne son frère ou bien sa sœur. Gêne. H comme H. نمر إلى الأ. أ. إفيمير. هنالك كلمات ولكنني أحاول أن أعطيك كلمة مبسطة لأن المستوى لا يستحمل كلمات أكبر من ذلك. إذن أ. Épais. Épais. Idem. Voilà, Dana. H. Comme. Humain. Tiens. Humilié.
اوميليي. اذا نشرحها هنا. اذا لدينا ا ابي نحلة جميلة كريب يعني قطائف فواكه او ديسير كوم ايبي ثيك يعني كثيف. اف نافذة جي يعني يزعج. اش اوميليي ازدار او احتقر. اذا ثم نعود الى المفاجأة. اولا حاولوا ان تتفكروا ما هذه الفاكهة او ما هذا النوع من الفواكه. ويحتوي على لسون اي. اذا ثانية هكذا تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم. لا تنسونا من تعليقاتكم ومن مشاركة الفيديو مع اصدقائكم وزر الإعجاب والمشاركة في القناة إن كنتم جددا. مرحبا بكم وتحية لأصدقائي القدامى. إلى اللقاء.